وللمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة واستمرار الاحتلال في مجازره والصمود الأسطوري للمقاومة وحاضناتها الشعبية بعد مرور 5 أيام بعد 200 على العدوان، ينضم إلينا عبر سكايب من جنين عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية عبدالله قبها، كما ينضم إلينا عبر خدمة زوم من عمان المحلل السياسي الفلسطيني حاتم الهرش. مرحبا بكما في بانوراما الرافدين. أبدأ معكم أستاذ عبدالله، كما تعرفون أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل على مدى 5 أيام بعد 200 حربه على غزة. طبعا هناك تحذيرات عربية ودولية من مغبة اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، ولكن بداية إلى ما ترجع هذا الصمود الأسطوري للمواطنين في قطاع غزة؟ ما السر وراء كل ذلك أستاذ عبدالله؟ نعم، مساء الخير لكم جميعا وللمشاهدين. الحقيقة دائما وأبدا بنقول ونكرر فعلا وبكل مصداقية بأن هذا الصمود الأسطوري الذي صمدته المقاومة وما زالت صامدة هو هذا الالتفاف الحقيقي الشعبي الحقيقي تجاه المقاومة، يعني أي الحاضنة الشعبية للمقاومة التفوا حول المقاومة منذ البداية وما زال، لأنه دائما وأبدا نرى ونسمع بأنهم كل الشعب مع المقاومة، وحتى أنهم الناس العاديين بالإضافة لرجال المقاومة يكونوا إما نصر أو استشهاد، بمعنى هم يستبسلون دفاعا عن وطنهم وعن أرضهم وعن قضيتهم. وبنفس الوقت هذا لا يمكن أن يكون هذا الصمود بالمعنى الحقيقي للصمود إن لم يكن هناك حاضنة شعبية لهذه المقاومة المستمرة، رغم أنه نسمع ونرى جميعا ما تتناوله الصحافة الصفراء في العالم بغض النظر في الإقليم أو في العالم بشكل عام، المختصرات والإيحاءات والإيماءات واللقاءات بين مع مواطن هنا أو هناك يقول كذا ولا آخره، لكن هذا لا يمكن أن يغير الحقيقة بأن الصمود الأسطوري لحتى الآن، كما نعرف الآن اليوم الخامس بعد 200، وهذا الصمود معناه في هناك حاضنة شعبية تحتضن المقاومة وتأخذ منها الإلهام الحقيقي. أستاذ حاتم، هذا الصمود كما تعرفون يتزامن مع محاولات جديدة لإحياء المفاوضات بشأن تبادل الأسرى وبالتالي وقف إطلاق النار بين الطرفين، خاصة أن هناك تقارير في الإعلام العبري تتحدث وتشير إلى وجود نية من قبل حكومة نتنياهو بتقديم تنازلات. في هذا السياق، هل تعتقد أن نتنياهو ممكن أن يذهب لهذه الخطوة في ظل كل هذه الظروف المحيطة بقطاع غزة؟ التحية لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم. دعني ابتداءً أعلق على النقطة التي أوردتها وهي المسألة الأولى. هذا الصمود الأسطوري في اليوم الخامس بعد 200 لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، إن عبر عن شيء فإنما يعبر عن أن الناس هناك تؤمن بأن المقاومة هي جدوى مستمرة. هذه المقولة التي الآن تثبت فاعليتها وديموميتها، خصوصا في ظل ما نراه من آلة الإجرام الإسرائيلية. يا سيدي، دول العربية واجهت إسرائيل لم تواجهها لأكثر من أيام أو أسابيع، في حين أننا نرى أن المقاومة الفلسطينية في ظل هذا الحصار بعد أكثر من عقد ونصف تواجه آلة الإجرام الإسرائيلية بكل هذا الاستبسال والصمود الأسطوري الذي تبديه. فهذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني هذا الصمود أيضا يعبر عن أنه في كل مرة نقول بأن هناك مقاومة، أي أننا نقول في كل مرة بأن هناك حاضنة شعبية تلتف حول هذه المقاومة، أو بصورة أدق دعنا نقول بأنه في كل مرة نقول بأن هناك مقاومة يمكن أن نعرفها وأن نعرف عن هذه المقاومة بأنها هي ذاتها هي حاضنتها الشعبية. كل ذلك يؤكد بأن هذا الصمود الأسطوري إنما يعود لإيمان الفلسطيني بالمقاومة مشروعاً وفكراً وهوية وسلوكاً، وخصوصاً بأنه ثمة حالة من التخلي،
كما نرى، وبالتالي يؤمن الفلسطيني بأن قدره إنما يكمن بمقاومة المحتل حتى رحيله وكنسه عن أرضنا الفلسطينية. هذا من ناحية. بالعودة إلى سؤالك والمتعلق بنتنياهو، يبدو أنه يعني دعني أقول أنه أصلاً حالة التعثر التي كنا نراها خلال الشهور الماضية في مسار المفاوضات كان يرجع بصورة أساسية إلى أن نتنياهو يريد الاستبقاء على نفسه في السلطة، ويحاول بذلك أن يعني يتجنب المساءلة في ملفات الفساد وذهابه إلى المحكمة وما يمكن أن ينطلي على ذلك من ربما سجن قد يواجهه. وبالتالي هذا توافق أيضاً مع رغبة إسرائيلية على مستوى المؤسسات الأمنية والعسكرية باستعادة هيبة الجيش الإسرائيلي بعد الهزيمة التي مني بها في 7 أكتوبر. حاول الإسرائيليون طوال 6 شهور من أن يحققوا شيئاً من هذه الأهداف ولم يتمكنوا. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا المسار بدأ يستشعر الجانب الإسرائيلي بأنه مسار مغلق، غير قادرين على تحقيق أي أهداف فعلية في قطاع غزة، وبالتالي هذه حالة المراوحة والمراوغة التي كانت متاحة لنتنياهو يبدو أنه قد وصل بها إلى طريق مسدود. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ثمة عوامل أخرى تؤثر على مسار المفاوضات. ما هو مطروح هذه المرة وما قد يبدو مختلفا، بأنه يقال بأنه هذه المرة لأول مرة في المفاوضات من الجانب الإسرائيلي تطرح فكرة أنه مسألة إنهاء الحرب. في مرات سابقة كانت تطرح مسألة أن يكون هناك عمليات تبادل للأسرى مع وقف مؤقت لإطلاق النار. هذه المرة ما يبدو مختلفا بحسب ما تتحدث به مواقع وصحف أمريكية تحديدا، بأنه يبدو أن الجانب الإسرائيلي وصل أخيرا إلى قناعة بأن ذلك متعثر، وهو ما يضع نتنياهو بين مطرقة سموتريتش وبن كفير اللذين يهددان مع اليمين المتطرف عموما بأنهم سوف ينسحبون من الحكومة في حال الذهاب نحو اتفاق مع المقاومة دون الدخول إلى رفح، وبين سندان لابيد أيضا المعارضة الإسرائيلية، وكذلك جانس الذي أيضا هدد نتنياهو. يبدو أن نتنياهو في موقف صعب، وأنا أعتقد بأن ذلك هو تعبير عن الأزمة التي يعاني منها المجتمع بين قوسين الإسرائيلي، سواء على مستوى مؤسساته الأمنية أو العسكرية أو حتى على مستوى الساسة. دعني أشير هنا أخيرا إلى مسألة مهمة، وهي أن ذلك يترافق مع مظاهرات ومسيرات في تل أبيب بالألاف عادت لتخرج لتعبر عن رأيها بضرورة إخراج الأسرى الإسرائيليين، وهذا ما يشكل أيضا يعني ضغطا على نتنياهو. أستاذ عبد الله، اقتحام أكثر من 600 مستوطن باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال، هذه الإجراءات الاستفزازية هل توحي بحلف الأفق أم هي مجرد ورقة ضغط من أجل المفاوضات؟ لا، الحقيقة أنا أقدر أن أقول بهذا الموضوع بأنه تناغم اليمين الصهيوني داخل الكيان، ولا يمكن أن يشير إلى أي شيء آخر. إذا عرفنا من هو الذي يقود المستوطنين في باحات المسجد الأقصى، عضو الكنيسة عن الليكود عميد هليفي والحاخام يهودا جيليك، هذولا اثنين، هؤلاء اثنين يعني المتطرفان وبجدارة يقودوا المستوطنين حتى الآن في عيد ما يسمى الفصح اليهودي. أكثر من 980 مستوطن دخلوا باحات المسجد الأقصى، وقدم لهم شروحات عن الهيكل المزعوم و شعائر تلمودية وتوراتية إلى درجة واضحة كل الوضوح بأن هذا اليمين لا يمكن أن يكون هو جزء من حل في الأفق. هو تناغم، هم يتسابقون من أجل إثبات أنهم الأكثر تطرف لدى الشارع الإسرائيلي طبعا بين قوسين، ومن هذا المنطلق نقول
أنه تناغم يميني بامتياز ولا يمكن أن يؤشر إلى شيء آخر. أستاذ حاتم، الاحتلال يوسع حملته الشمالية الضفة ويقوم باعتقال المزيد من المدنيين، وقام أيضا باحتجاج جثماني اثنين من المدنيين الذين قضوا في أثناء تلك الاقتحامات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال. ماذا يريد نتنياهو من زيادة وتيرة الاعتقالات والاقتحامات خاصة في الضفة الغربية؟ يعني ما يقوم به الاحتلال إزاء شعبنا في الضفة الغربية أو حتى في القدس المحتلة عندما يقتحم المستوطنون المتطرفون باحات المسجد الأقصى ويمارسون صلواتهم التلمودية، أنا بتقديري أن ذلك يعبر أيضا عن الأزمة. نحن نذكر تماما أنه كان في المبررات التي ساقتها المقاومة في يعني السابع من أكتوبر هو أنه دفاعا عن المسجد الأقصى، هذه كانت يعني كان شعارا واضحا. وأنا أعتقد بأنه حتى على مستوى الإنسان الغزي البسيط عندما يعاني من الفقد تنظر كيف أنه يقول بأنه هذا فداء للمسجد الأقصى. اليوم عندما يذهب المتطرفون وفي ظل عجز حكومة الاحتلال عن تحقيق أي أهداف فعلية وميدانية في قطاع غزة، فأنه يريد أن يقول بأنه كأنه يثبت معادلة أنني ما زلت قادرا كطرف إسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى، على ممارسة العربدة الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، وبالتالي هذا يعبر عن أزمة إسرائيلية. لكن أنا بتقديري أن هذا أيضا يعني وهي مسألة أيضا لابد من الإشارة لها، أن هذا يخضع أيضا إلى اعتبارات متعلقة سوف تكون في فترات لاحقة خلال المفاوضات، بمعنى أن المقاومة الفلسطينية ربما أنها تطرح هذه المسائل كونها مسائل لابد من الاتفاق عليها في أي مفاوضات بين المقاومة وبين العدو، وتحديدا مسألة المسجد الأقصى. أستاذ عبد الله، يعني كما تتواتر في الأخبار زعيم المعارضة في الكيان المحتل يائير لابيد هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقام بتحميله عدم إتمام صفقة تبادل الأسرى لأنه يخشى تفكك ائتلافه الحاكم. في هذا السياق وفي هذه النقطة تحديدا، هل تعتقد أن نتنياهو يربط عاقبة مستقبل حكومته بحياة وحرية الملايين؟ ألا يمتثل للضغوط الشعبية في الداخل الإسرائيلي؟ نعم، هو الحقيقة منذ البدايات وكل المؤشرات الداخلية في الكيان الصهيوني، كل الصحف وكل الآراء يؤكد على أن نتنياهو ذهب إلى هذه الحرب وأطال أمدها من أجل فقط مستقبله السياسي ومن أجل مصالحه الشخصية. أولا هو كما يعرف القاسي والداني في الداخل والخارج بأنه يعني سيحاكم في محكمة الفساد أولا. ثانيا أن هناك ضغطا شعبيا بالذات في موضوع محدد ألا وهو موضوع المختطفين بين قوسين الإسرائيليين لدى المقاومة، لكن هذا المعارضة بالكيان الصهيوني برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد وبنفس الوقت حتى الكابينت الحربي بيني جانس وإيزنكوت وحتى وزير الحرب العدو يوآف غالانت هم ركبوا موجة المظاهرات الشعبية من أجل إخراج أسراهم أو مختطفين من المقاومة من أجل الضغط على نتنياهو، وهم يعني معنيين جدا بأنهم يعني يخرجوا بنصر شخصي لهم وأمام يعني ناخبيهم وأمام أهالي الأسرى اللي عندهم، أنهم يقولوا نحن معنيين في إبرام صفقة تعيد لنا أسرانا وهذا يكفي ودمرنا غزة. بالحسابات الداخلية عندهم أنهم دمروا غزة، أكثر من 250 ألف
مبنى وسكن دمر، غزة بالكامل دمرت، أكثر من 34,000 شهيد، نعم. معظمهم من الأطفال والنساء، يعني أكثر من 70% من الأطفال والنساء، نعم. وهم وقطعوا كل غزة. فالمعارضة تقول داخليا، وحتى مجلس الحرب يقول هذا يكفي، وإذا رجعوا المختطفين أو أسرانا هذا نصر عظيم لنا. وهم هنا يريدون أن يبرموا صفقة من أجل أولا إحراج نتنياهو، أولا لأنهم هم هو غير مرغوب لا حتى شعبيا ولا لدى المعارضة. وبنفس الوقت يقول لك كفى حرب، لأنه كل الحروب السابقة بغزة كانت تستمر شهر شهرين شهر ونص أسبوعين إلى آخره، يقول لك كافي 7 شهور ونرجع بالأسرى يعني المختطفين، وهذا نص عظيم لنا. حاليا نتنياهو مستمر وما زال يهدد، وما زال يهدد العالم، العالم كله يقول أنه ممنوع تفوت تدخل رفح، فيها 1,400,000 فلسطيني موجودين، أكبر كثافة سكانية في العالم حاليا في رفح. ووضع رفح معروف تماما أنه وضع مأساوي وصعب جدا، لأنه معظم أهالينا في قطاع غزة من الشمال والوسط والجنوب هم كلهم الآن في رفح معظمهم. فهذا الكم الهائل من البشر، نعم. ويهدد نتنياهو باجتياح رفح وضربا بعرض الحائط بكل التوسلات العالمية، باختصار خلينا نقول بالأمور مسمياتها، نعم. أمريكا والغرب إلى آخره، خوف إحراج العالم يعني، إلا أنه مستمر في هذا. طيب. إذن المعنى أنه هذا هو موقف نتنياهو. طيب. والمعارضة تستفيد من هذا الوضع اللي وضي نتنياهو. أستاذ حاتم، نبقى في نفس النقطة، كلام لابيد إلى أي مدى يمكن أن يؤثر في الشارع الإسرائيلي المحتقن بالأساس، ومن ثم كيف سينعكس على مستقبل نتنياهو السياسي داخل إسرائيل؟ يعني لابد من الإشارة إلى أنه الآن هذه التجليات الأزمة الإسرائيلية باتت واضحة، وهذا من مفاعيل الهزيمة التي مني بها الاحتلال سواء على المستوى العسكري أو الأمني، والآن يدفع انعكاسات ذلك وآثاره على المستوى السياسي. من ناحية استطلاعات الرأي تشير إلى أنه طبعا إسرائيل يعني دوما كانت على الدوام خلال العقود الماضية، كانت تميل إلى اليمينية وكانت تصدر اليمين، واليوم وصول اليمين بتحالفات مثلا مع نتنياهو اليميني أيضا، ربما أن ذلك يعكس طبيعة هذا المجتمع وهويته الاستعمارية. لكن اليوم ربما نشهد تحولات في المزاج، لا نقول بأنه يمكن أن يكون هناك يسار إسرائيلي لأنه انتهى، ولكن يمكن أن نقول بأنه ثمة هوية سياسية ربما تبرز خلال المرحلة المقبلة. استطلاعات الرأي مثلا تقول بأن جانت يتصدر المشهد السياسي، لكن على كل حال لا نعرف كيف يمكن أن يفكر نتنياهو. دعني هنا أشير إلى مسألة، وقد تكون الأيام المقبلة يعني أكثر وضوحا. هل يفكر نتنياهو مثلا بإنهاء الحرب على قطاع غزة للذهاب نحو الجبهة الشمالية تحديدا في جنوب لبنان، التي اشتعلت خلال الأيام الماضية كما لم تكن خلال 6 شهور مضت، بمعنى أنه هل يمكن أن يتوصل إلى اتفاق حتى يمنحه اليمين بن كفير وسموتريتش غطاء لحكومته، على أساس أنه إذا أنهى الحرب في قطاع غزة أن يهيها وأن يتوجه نحو الشمال؟ هل يفكر بذلك مثلا؟ ربما يكون هذا أحد السيناريوهات، أو أنه نتنياهو ربما أنه يدفع الثمن بالمحصلة، وربما أن هذا ما نشهد أيضا، ربما هذا السيناريو حاضر. مجموعة المفاعيل والعوامل التي يمكن أن تتحكم في المشهد كثيرة. الإدارة الأمريكية إلى أين يمكن أن تذهب؟ إلى أي طرف يمكن أن تميل؟ كيف يمكن أن يتعامل نتنياهو مع هذه المتناقضات، مع جانس لابيد من جهة، ومع اليمين الإسرائيلي المتطرف من جهة أخرى؟ عبر سكايب من جنين عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية عبد الله قبها، وعبر خدمة زوم من عمان المحلل السياسي الفلسطيني حاتم الهرش، شكرا جزيلا.